اختصاصي بصريات غفران قائد من العراق بابل، موجودة حاليا في مركز فيجن ميديكال ومتخصص في مجال التعويضات العينية. بعد ما انهيت القسم العملي العام الماضي رجعت العراق ونفذت عدة حالات ناجحة ضمن فترة الإشراف والمتابعة. متواجدة حاليا حتى أكمل طلبات العضوية وكذلك حتى أطور من نفسي في هذا المجال. اخترت مركز فيجن ميديكال للتخصص بالتعويضات العينية لأسباب كثيرة. منها مركز معتمد دوليا، منهج مرخص بكتاب عملي ونظري، يوفر أيضا المركز كافة المستلزمات للمتخصصين ويكون بعلامة تجارية مسجلة. من أهم مميزات نظام التدريب أنه يكون التدريب بشكل فردي. يعني شنو؟ يعني استفادة بالوقت وبالمعلومات، لذلك المتدرب راح يستفاد بشكل أكبر. أهم المميزات اللي توفرها عضوية فيجن ميديكال حضور المؤتمرات والندوات اللي تقام سنويا ويحضرها عدة زملاء من عدة دول، الاستفادة من هذه المؤتمرات علميا وتطوير الذات في هذا المجال. ومع فيجن ميديكال دائما للأفضل.